دكتورة فوزية لدراع. تقول فأنا سألتها قلت لها مي يعني افتلتت على البني آدم هذا غير ذكر أسامي، فاللي اكتشفت أن زهرة عرفات متكلمة معاها قالت لها فيبو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا بزين هلا فيك. تقول أنا سألت زهرة عرفات، فزهرة عرفات قالت لي تبين الصج، هو اللي غلطان في حق مي. مي كانت متضايقة، وتحديدا كان تو متوفي عبد الحسين، ومي كانت جدا منهارة. تقولي حتى من المرات القليلة اللي أنا أشوف إن مي وايد متأثرة بشخص، يعني دائما أنا أشوف مي الإنسانة القوية، بس مع ذلك يعني في وفاة أبو عدنان كان وايد متأثرة، والشخص هذا ما احترم حزنها على عبد الحسين وتطاول عليها في هذه الفترة، وطعن. تقول طعن في أول شيء، هي ما قالت شيء فيه، قالت هذا الشخص طعن فيها في عرضها بشرفها بنسبها بأصلها، تعدى على أهلها، تكلم يعني شو المطلوب؟ قالت طبعا لازم ترد عليه بهالطريقة، منو ما كان، شنو اسمه؟ فهذا أجمل شيء. شوفوا يعني شوفوا، أنا ما أدري كان إن زهرة قايلة الكلام هذا في ظهري. تاج العنزي والكمباك. فشوفوا لهذا الصديق اللي يريد غيبتك بظهرك، الصديق اللي يقول كلمة طيبة بظهرك ويقول لك ويدافع عنك، يقول لك اوكي رد مثلا ما يردت، رد قاسي انطرد حبايبي، القليل الادب، كل واحد قليل الادب انطرد، يقول كلام الحق. تقول فعلا، وترى على فكرة ترى زهرة هم قايلة حق هذاك الشخص، قالت له انت غلطان، هي ما سبتك ولا قالت، لكن انت لما تنزل تسبها وتسب اهلها وتسب شرفها واصلها ونسبها وتجرح وتقول شلون انت بتبوسك مثلا، انت سويت شيء اكبر من حجمك وصارت هذه السالفة. طبعا مواقف تبين. شوفوا حبايبي بقول لكم شيء عشان تعرفون شيء عني، في ناس ماخذ انه انا ما ادري شنو كيد شر، ترى اقول لكم شيء، انا اعرف عن الناس واللي حولي ترى اكثر ما هم يتوقعوا، بس انا ما اتكلم لانه ما يخصني، انا مالي شغل منو يروح يسوي مع منو يسافر مع منو عنده علاقه مع منو قاعد يسوي حرام، منو قاعد يسوي، مدام ساتر على نفسه، مدام الله ساتر انا ما اقدر افضحه، وخصوصا اذا ما جاني ما اسالي، بس اللي يطق بشرفي وبشرف عائلتي وبدنيتي العن والده والدي. بعد الشرف والعائله الدم يمشي بحور بيني وبين اي واحد يتعدى. ما تعشيت، انا ما تعشى جابر، ما تعشى. شنو السبب جمال بشرتي استاذ شرتك استاذة مي؟ قلت لكم مكياج مو 24 ساعة، شرب ماي لازم لترين باليوم، نوم اكثر من 8 ساعات، شلوي كون مرتاح. ثانيا هو نوم وماي وعدم وضع مكياج. هي انا مو ذاك الزود مع العشاء. طبعا المكياج يدمر مو الوجه، يدمر البشرة، يخليها تكبر قبل أوانها. ثانيا بعدها عندي نزلت لكم أكثر من مرة في السناب، ثانك يو جابر، شو اسمه، وريتكم بعض الكريمات اللي أنا استخدمها حق بشرتي. ثانيا الحين خلاص أدمنت على السيروم البلاك كافيار اللي في بوتيك دان طويرش، استخدمته وعجيب صراحة، هو مع الماسك ماله مع الغسول شيء مو طبيعي،
يعني الباكج تشترونه حوالي 45 دينار، بس والله يستاهل. يعني هي عطتني اياه اول مره قالت لي جيبي، بعدها اشتريت منه. يعني الحين انا مربحتها كوميشن دانو، هي نواريها اخذهم من عينها يوم الاحد بشوفها. ثانيا مو غالي حق بشرتك، مو غالي. تبي نتيجة بشرتك، البشرة غالية. البشرة لما تكون غالية. ثانك يو يا جابر، من طيبك يا أخوي. البشرة غالية، عشان تحافظ عليها لازم تدفع غالي عشان تحافظ عليها. كل شيء، كل شيء يستاهل. بشرتك هذه، وجهك، تدري شنو البشرة يعني؟ الوجه عنوانك، نفس عنوان الكتاب، مو غلط. ثانيا استخدم الديرما بن، استخدم الديرما رول، استخدم النظارة، استخدم ليزر كربوني، وايد اشياء استخدمها. كل واحد يبي طاري اسم انا ما بي بلوك. ايش رايك من ناحيه تمثيل فرح الصراف ولا نور غندور؟ فرح الصراف انا تعجبني اكثر من نور، مع ان نور هم تطورت وايد، كانت هم من الناس اللي بس كانت شكل بس. من شفتها في اخر السنوات يعني بالذات، من شفتها من امنا رويحت لينا علي عامر اليوسف والكم، كذلك لما شفت امنا رويحت لينا حياة ثانية، البنية وايد تطورت بشكل. حبيبتي الله يحفظك دلال، انتو خالتك انتصار. Thank you دلال حبيبتي. صباح الورد والجمال والورد وكل أنواع الورد. مشكور محمد لدعي، من طيبك يا أخوي. أتكلم عن نفسي، إيش تبون أتكلم عن نفسي يعني؟ لا ما عندي عيال، بس كل عيال صديقاتي وعيال عمي كلهم عيالي. ان شاء الله خلاص السنتين الجاية ناوية يعني اتبنى اطفال، والله يرزقنا الجنة ان شاء الله. ورسولنا الكريم قال انا وكافل اليتيم بالجنة. ان شاء الله عيوني لكم اي السعودية، ايش تبون حبيب؟ ثانك يو جوج، من طيبك يا اختي، الله يرزقك يا بعد عمري فطوم. ما أرد أنا ما أتكلم. أنا لما أرد على حد أرد على شخصية واضحة، على بروفايلات وهمية ما أرد أنا. أعطوني ولد أمه وأبوه، ناس مو فيك أكاونت. وهميين يظلون وهميين، ليش تعطونهم قيمة تحسسهم أنهم حقيقيين؟ المريض الإنسان أساساً فرض يقول انا على الاقل لما انتقد احد باسمي، بصوتي، ببروفايلي، باسمي، كل شيء واضح. صعد عندها عبرة شارع، ان شاء الله اعتقد عمل حلو. لا ما نزل قست، لان في ناس قضية أدب قاعد تسب، ما راح أخذ قسطات. يلا مبروك حق اللي انطردوا. مرفوع عليه قضية يا عمري. لو تبنيتي بنت الاثنين، تبني ولد بنية، ليش
أو بنتين ولد، ليش لا؟ دام الله معطيني وعندي بيت ملك وعندي دنيا، ليش لا؟ عندي القدرة. تم تم، ثانك يو. ايش رايك بهنادي الكندري؟ شخصية ما تعجبني، ما احب شخصيتها، بس كممثلة جبارة ونجمة وناجحة، هذا ما حد يختلف عليه. شخصيا ما احب يعني ما احب طريقتها، يعني نفس طريقة هذاك سالفتها ويا العسكري، ما يعني تكابر بالغلط، ما احب الشخصية اللي كذي. الله يعطينا كلنا يا رب على قد نياتنا وعلى نياتنا، إن شاء الله الله يرزقنا خير. شوفوا أي واحد يجيب لي سالفة غثيثة بصك بلوك، ونحن نشوف حالنا في نجاحك، نجاحنا نجاحك نجاح. طب أنتوا أساسا أنتوا الداعم الأساسي حقي، أنتوا لولاكم أنا ما أنجح، شلون إنسان ينجح بروحه؟ شلون ما يكون عنده ناس تحبه، ناس تنتظره، ناس تخلي له قيمة في المجتمع؟ جنة من غير ناس ما تنداس، شلون النجاح وانت ما في حد حولك؟ جابر ثانك يو ثانك يو، الله يحفظك من كل شر يا جابر. فهد باسم ممثل وايد وايد مهم، انا يعجبني، شوف ايش كثر الناس تهاجمه بس صدقوني. ثانك يو جابر، انا واثقة فهد شخص وايد زين، وعلى فكرة اخلاقه وايد عالية، فهد ممثل وايد زين انتوا ابسط ما فيه. هو قام يشتغل حتى مع عامر صباح اللي هو المفروض المنافس حق ابوه، لو هو مو ممثل قوي ما يبع عامر صباح، شغله معاه في اي دمعة حزن لا. ايش رايك بيعقوب عبد الله ما داني اقرا. ايش رايك باخراج هي؟ هل نجحت كمثل؟ نجحت، اخراجها انيق، وايد احب اخراجها. وثاني شيء ترى على فكره هي عبد السلام اشتغلت وايد تحت ايد محمد دحام، محمد دحام يعتبر هو شيخ المخرجين في الكويت اليوم، وان كان سعودي الجنسيه لكن هو نجم كويتي في الاخراج. عليكم السلام يا هلا، والنعم فرح الصراف، بنية خلوقة ومحترمة، مثقفة، تلقائية، أنا أحبها وايد البنية، وايد أحبها وايد. أفضل كاتبة خليجية حاليا عندي أنا أنفال لدويسان حاليا، اللي كتبت ذكريات لا تموت في أمل، صديقاتي العزيزات، مو صديقات، صديقات العمر، أنا عندي أنفال لدويسان. ما نبغى غير مكاني، ما دخلك، مو عاجبك لا تدش عندي. لو خيروك تعيشين ببلد ثاني غير الكويت اي بلد تختارين؟ اموت، انا اطلع برا الكويت اموت. لو تودوني افضل، ما انا عندي تقولي افضل دولة في العالم، ما عندي انا افضل من الكويت، انولدت على ترابها وبترابها وترابها يسترني يوم ما اروح عند ربي. الكويت شيء كبير بالنسبة لي، الكويت ولاء، انتماء، حب، عشق، أم، كل شيء بالنسبة لي. الوطن ما له بديل، حتى لما تنظلم في بلدك هم يكون هين عليك، بس لما تنظلم وتكون غريب في دولة ثانية يفرق الظلم.
يعني تشوفه مثلا النائب سلم البراكي انسجن، بس الكويت عنده هي الأولى والتالية، حتى لو إن كان على حق أو على أو بظلم. المهم الرجل بلده، ما في أغلى من البلد. الكويت هي الأم، هي الحضن، هي إذا ما في نخير بالكويت والله ما في نخير بحد. برج الحمل، أنا آخر يوم بالحمل، حمل على ثور. من في ناس ما تحب بلدها لأنها فعلا خاينين. يعني تذكرون هذاك، الله يحفظك يا جابر، والله من طيبك يا أخوي. إيه في ناس اللي ما يحب بلده، شفنا شغلات من هالنوع. يعني نفس هذاك لما صار الغزو، لما يابوا واحد كويتي اسمه علاء حسين، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، هذا كويتي بس خاين، سوى نفسه انه هو رئيس الحكومة الكويتية المؤقتة، وهو يبايع صدام على ان الكويت والعراق يكونون دولة واحدة. هذا مو خاين، هذا كويتي، هذا ما كان خاين. خاين الله يحفظك يا جابر، من طيبك، الكويت كلها تحبكم اساسا. هذا مو خاين، اقول لكم علاء حسين كان من الحين مسجون. مي عندك اخوان انت؟ لا ما عندي اخوان، بس انت اخواني. مرات يكون عندك اخوان احسن من اللي جايين من لحمك ودمك. يعني اليوم والله العظيم انا كل يوم تكبر بعيني ايطاليا كيوت. شوف انا ما عندي اخت، بس والله ايطاليا كيوت اختي. تذكرون قلت لكم في موقف صار ما انسى لها؟ تذكرون لما قلت لكم مرة صار فيني قبل 4 شهور 5 شهور، عندي دواء مال الرئة، رحت بصرفه، انصرف من الحكومة أساسا، مستشفيات الحكومة، ولا يصادف ان الدكتورة مالتي مو موجودة، مسافرة. زين عمري خلص يعني الموضوع، يعني خلص